سؤال آخر: رجل أراد أن يأخذ قرضا من البنك لأنه وقع في ضيق من المال وعليه دين، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز أخذ سلفا من البنك لأجل الزواج؟ أنا أتعجب ممن يقول بأنه وقع في ضيق بسبب الديون التي عليه ويريد أن يتخلص من الديون بالاقتراض من البنوك. نعم، إن كانت هذه البنوك تقرض قرضا حسنا بحيث لا يكون هناك ربا، أما إن كان هناك ربا فإنه كما يقال، إن جاز هذا التعبير، كمن يفر من المطر إلى الميزاب، لأنه ينتقل من مشكلة إلى مشكلة أكبر بغض النظر عما يترتب على ذلك من اللعن الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا: لعن الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. بغض النظر عن جانب اللعن، بالنظر إلى المشكلة الدنيوية نفسها، كيف تحل هذه المشكلة؟ كيف هذا الدين الذي عليه دين لا يتنامى، إنما هو دين مقطوع، نقدر أن عليه، أحاط به الدين، عليه 20,000، لكن هذه 20,000 لا تزيد من نفسها. نعم، لو استزاد دينا آخر فوقها زادت، وإذا استزاد دينا آخر زاد. أما بالنسبة إلى القرض الربوي فإنه كلما جاء وقت ومر زمن هذا القرض يتنامى تلقائيا، يزيد 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 حتى يكون أضعافا مضاعفة. حتى ولأجل ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن بهذا التنامي المضطرد يصبح الربا أضعاف الدين الأصلي كلما جاء وقت. ومع هذا كلما حاول الإنسان الوفاء فإنه يكون كمن يحرص على أن يردم البحر، كلما مر زمن وحاول أن يقدم وفاء فإن ذلك الوفاء ربما لا يغطي أصل الربا، لا يغطي أصل الربا، فضلا عن الدين يبقى الدين مكانه، هو يدفع والدين يتنامى ويزيد، يدفع والدين يتنامى ويزيد، والله تعالى المستعان. فلذلك لا يكون هذا عذرا يبيح له أن يأخذ قرضا ربويا. وأنتم تدرون كيف عانى الناس من المشكلات الاقتصادية في وقتنا هذا في العالم بسبب هذه المعاملات الربوية. تدرون أن الربا يؤدي إلى المحق ويؤدي إلى لعنة الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب ظهرت آثارها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله تعالى المستعان. وكذلك الزواج، الزواج بطريقة ربا، ماذا عسى أن تكون بركة هذا الزواج الذي يبنى من أول الأمر على قرض ربوي، ليستعف الإنسان وليحرص على أن يبحث عن قرض آخر بقدر المستعان، بقدر الإمكان، حتى يتمكن من الزواج، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له من أمره مخرجا، فإن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا.